الضرب بالأسواق والبيع والشراء، ولم أكن عاقا لأمي لكنني ما كنت بارا بها، ما كنت محسنا إليها. يقول: وكانت عندي زوجة صالحة، قالت لي: يا زوجي، أنا زوجتك منذ 17 سنة، ما رأيتك يوما تخرج مع أمك أي مكان، أنت معها لوحدكما؟ قلت: نسيت، أنا مشغول. قالت: يا أمك وهي أرملة، أبوك متوفي منذ زمن بعيد. قلت: لا بأس، اتصلت على أمي صباح ذلك اليوم. استغربت، قالت: من فلان؟ ماذا تريد؟ هي أول مرة يتصل على أمه من العمل. فيكم شيء؟ أولادك فيهم شيء؟ والله ما فينا شيء يا أمي، ما فينا شيء. أخبرني ما الذي حصل؟ والله ما حصل شيء. قال: فقط أريد منك طلبا. قالت: وما هو؟ قال: بودي لو أتعشى معك. قال: اقسم لي بالله ليس فيك شيء أنت وأولادك أو زوجتك. قال: والله ما فينا شيء، لكن أريد أن أتعشى مع أمي، حرام؟ قالت: لا، لكن أول مرة تطلب مني هذا الطلب. قال: أريده منك اليوم. بعد العمل جاءها في الليل، وجدها تنتظره بعباءتها خارج المنزل ناطرة ولدها. فلما توقف أسرعت وركبت عنده تقول: مضت لي ساعة وأنا أنتظره، ساعة تنتظر ولدها من الفرح، استأنسب ولدها أول مرة يطلع معاها. تقول: ما في أحد من الجيران إلا وخبرته، إخوانك كلهم علمتهم، ليش يا أمي؟ من الفرح لأول مرة تخرج مع ولدها إلى ذلك العشاء. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث مع الأم؟ ما الذي حدث بعد أن عاد ومرت الأيام؟ هذا ما سوف نعرفه، خلكم وإيانا، لكن بعد الفاصل. ومشاهد للناظر، قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظر، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعي، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعي، فيها منافع قد تعي. ترى نحن نرى قمرين في هذه السنين، هم أغلى من كل الورى، هم نبع حب وحنين. هيا ترى نحن نرى قمرين في هذه السنين، هم أغلى من كل الورى، هم نبع حب وحنين. هم قصة لا تشترى، هم والدينا الطيبين، وللرواجب من برى، وحقهم يا سامعين، وحقهم يا سامعين. قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظر، قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظر، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعي، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعي، فيها منافع قد تعي. فإذا به يأخذ أمه لأول مرة في رحلة منذ 17 سنة، أعماله تجارته أنسته حتى أمه. خرج معها وهي طوال الطريق تحدثه عن حياتها معه، تحدثه يوم أن كان صغيرا، تذكره بقصصه في الماضي. قالت له: أرأيت الثوب الذي ألبسه؟ لم ألبسه منذ أن توفي أبوك، كنت ألبسه قبل وفاته، اليوم ذكرتني بأبيك. يقول جلست مع أمي جلسة ما أحلاها، أخذت قائمة الطعام، لم تعرف شيئا من الطعام، أخذت تنظر وتنظر إلي وتضحك.
قلت لها يا أمي اطلبي أي شيء. قالت والله لا أعرف ما الذي كتب. قال أطلب لك على اختياري وذوقي. قالت خذ واطلب ما تشاء فإن غايتي أن أجلس معك لا أن آكل. يقول لما طلبت لها قالت لي أتعلم ماذا تذكرت؟ قلت ماذا يا أمي؟ قالت تذكرتك وأنت صغير تذهب معي إلى المطعم فأختار لك الطعام على ذوقي. الآن ترد لي الأمر. يقول أجمل ليلة جلست مع أمي. إحنا راجعين إلى البيت قلت لها يا أمي ما رأيك مرة ثانية نطلع؟ قالت غدا. قلت لا ليس غدا لكن إن شاء الله مرة ثانية أطلع معك نتعشى. قالت والمرة القادمة علي. يقول لكنني شغلت عن أمي ومضت شهور فمرضت أمي وطرحت على الفراش فزرتها ولم أستطع أن أوفي بوعدي. يقول حتى توفاها الله عز وجل. وبعد وفاتها جاءتني بطاقة دعوة. ما هذه؟ بطاقة دعوة من نفس المطعم الذي تعشيت فيه مع أمي. بطاقة دعوة مدفوعة الثمن أمي دفعتها قبل أن يتوفاها الله عز وجل. دفعتها لي ولزوجتي وفاء منها لوعدها. إما يبلغن عندك الكبر. الله قال عندك. شوف اللفظة القرآنية. إما يبلغن عندك الكبر يعني يا أخي الحبيب أيها الابن أيتها البنت ينبغي ألا يكبر الأب إلا عند أولادهم. ينبغي ألا تكبر الأم إلا مع بناتها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى الأسلوب في الكلام نعم يما لبيك يما تأمريني أمر يا يما. لو أبوك ناداك وأنت على أكثر أعمالك وأشغالك والله لو كنت مشغول بكل شيء اترك الكمبيوتر أطفيه اللعبة أوقفها الفيلم خلي ينتهي الفيلم شنو يعني لأجل فيلم ولا لعبة ولا كمبيوتر ولا مسنجر أترك أمي. اسمعوا لقصة شاب مشغول بالمسنجر والإنترنت ولوحده يعيش مع أمه العجوز في البيت. أمه تنادي بالغرفة الثانية يا ولدي إن شاء الله إن شاء الله يما. حتى ما رد عليها رد قاسي لكن تأخر انشغل في الإنترنت. بعد نصف ساعة ذهب إلى أمه. نعم يما أمري. ما ترد عليه. نعم يما. لم تستطع أن تتنفس وكانت تناديه تريد أن يلحق عليها. اتصل على الإسعاف بسرعة. حملت إلى المستشفى وهو معها في الإسعاف وهو يقول لها يا أمي أنا آسف والله أشغلني الشيطان أنسان الشيطان. يا أمي إن شاء الله أول ما تتعافين تعرفين كيف أجلس عند قدميك. ذهبت إلى المستشفى أدخلت إلى الطوارئ لكنه لم يرها حية بعد ذلك. خرج الطبيب وهو يقول عظم الله أجرك. سقط على الأرض يبكي. فاته كل شيء. ضاعت عليه الفرصة. فرصة راحت. أن اشكر لي ولوالديك. الله يقول بعد شكره شكر الوالدين. إذا كان الله هو الخالق فإن سبب وجودك في الدنيا أمك وأبوك هما سبب وجودك على هذه الأرض. لولا أمك وأبيك ما كنت الآن حيا ترزق. ما كنت الآن تمشي وتأكل وتشرب. ما كنت موجود أصلا على هذه الحياة. أتنسى يا عبد الله أخي العزيز أختي الفاضلة؟ لنتذكر تلك الأيام وتلك الليالي. لأمك حق لو علمت كثير كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها في جواها أنة وزفير. ابن عمر بكى لما رأى رجلا من أهل اليمن يطوف بالكعبة وعلى ظهره أمه العجوز يحملها على ظهره يطوف بها في البيت. ليست على كرسي يدفعها وليست على خشب يؤجرها. لا والله على ظهره يحملها. فيسأله اليماني يقول يا ابن عمر أتراني وفيت حق أمي أعطيت حقها؟ قال ولا زفرة من زفراتها ما أعطيت طلقة من طلقات الولادة. اشتقل أنت
إما